ومن أمام مبنى قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية يجيل 2005. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله. جيل 2005، جيل المنهاج الجديد خصوصا في مادة الكيمياء. كثير من الطلاب بتسأل أستاذ المنهاج والمنهاج والمنهاج. أستاذ لا تخاف، المنهاج هو جديد قديم، يعني الموضوعات الجديدة درسناها وكانت في المنهاج القديم، وهي إضافة كثير حلوة ومرتبة وتليق في هذا الجيل التشوك تشوك كوزان. أستاذ المنهاج قريبا إن شاء الله تعالى راح يكون موجود على منصة موقع واتد التعليمي بأفخم صورة، بأبديت جديد، بشرح جديد، بتقنيات جديدة. راح تشوفوا مفاجآت جوا المادة، راح تحس بإذن الله تعالى زي ما أنا بنادي طلابي علماء وعالمات، وراح يكون أبديت جديد لعلماء وعالمات 2005. هذا الجيل الفخم الذي بيستاهل أنه أبذل كل جهدي معه بحيث أصل معكم إلى ما تريدون من أحلام، وتكون أموركم إن شاء الله تعالى بيرفكت يا هذا الجيل الفخم اللي أنا أطلقت عليه هذا المسمى، لأنه جيل بيستاهل منا كل خير. ومن هذا المكان وفي هذا اليوم ومن أمام الجامعة ومن داخل الجامعة الأردنية، حبيت أطلع عليكم لنرفع الهمة وتفوتوا على التوجيه بكل حماس وطاقة، وتذكر كل ما قل شغفك، تذكر هذا اليوم، هذا اليوم اللي أنا وإنت وأهلك والمجتمع بنتظر هذا اليوم، ومكانتك في المجتمع إن شاء الله تعالى تعتمد على جهدك وعلى ما تبذله من طاقة في سنة التوجيه. كل واحد فينا، أنا وإنت وكل طالب وكل حدا في الدنيا عنده حلم، تذكر هذا الحلم، اكتبه بإيدك، ارسمه وطبقه، ولابد آخر السنة يتكلل بالنجاح وبتحقيقه على الواقع. ومن جد وجد ومن صار على الدرب وصل. ختاما علماء وعالمات 2005، الآن ابدأ، الآن انطلق، وتذكر كل ما حكيته، خليه ببالك، وتذكر دوما أن من كانت بدايته محرقة، شايف الكلمة هاي محرقة، كانت نهايته مشرقة. داعينا الله عز وجل بدوام التفوق والإبداع، ونلقاكم إن شاء الله تعالى وأنتم المبدعين وأنتم الناجحين ومن أوائل المملكة إن شاء الله تعالى. معكم من اليوم لأبواب الجامعات بما تصبو وتحلموا إليه إن شاء الله تعالى، ويعطيكم ألف ألف عافية. وتد، طريقك للنجاح.